مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم ولقاء جديد وبث مباشر من امام مقابر الصدقه بمقابر عواره بمدينه طنطا بمحافظه الغربيه، والتي تعرضت للهدم والنبش واخراج محتوياتها من جثث وعظام وبقايا عظام اموات خارج المدافن والقائها على الطريق بعد قيام الدفان بالاشتراك مع احد الاشخاص صادر له ترخيص من الاداره الهندسيه بمجلس مدينه طنطا بالهدم اعاده البناء بهدم المقابر واخراج الجثث والرفات والقائها في الشارع في حرم الطريق دون مراعاه او مراعاه لحرمه الموتى المدفونين هنا في المقابر. الامر الذي اثار حاله من الاستياء والغضب بين اهالي المتوفين المدفونين هنا في هذه المقابر، والتي تعد مقابر صدقه ملك وقف سيدي عبد الرحيم، والتي تم اقامتها منذ عشرات السنين هنا في مدينه طنطا، ودفن فيها مئات الاشخاص من رجال وسيدات خلال السنوات الماضيه. يمكن المقابر شهدت مساء السبت قيام الدفان بالاشتراك مع احد الاشخاص بحفر المقابر في دون احترام لحرمه الموتى، وقاموا كما نتابع هنا نبش القبور والقاء العظام والجثث، يعني جثه وتم القائها على سطح المدفن الملاصق للمدفن المدافن التي تم نبشها. ويعني فور علم الاهالي تجمعوا هنا على الفور، ويعني كادوا ان يفتكوا بالدفان هنا، ولولا سرعه تدخل رجال مباحث باسم ثاني طنطا تمكنوا من السيطره على الموقف والقبض على الدفان والمسؤول عن الهدم هنا في المقابر. يعني تفاصيل جديده هنكشفها لحضراتكم بعد قليل، ان مجلس مدينه طنطا الاداره العامه للشؤون الهندسيه قسم وحده الجبانات اصدرت ترخيص هدم وبناء بالرخصه رقم 237 بتاريخ 4 اكتوبر الجاري بنوع هدم وبناء مدفن لاحد الاشخاص الذي يعني توجه الى مجلس مدينه طنطا وقرر انه سوف يتكفل ويتبرع باعاده هدم وبناء هذا المدفن مره اخرى، والذي يتكون من 8 عيون، 3 يعني 3 عيون في الواجهه كما نشاهد في الواجهه، و3 عيون اخرين في الجهه المقابله، وايضا عينين في الارضيه. وتم اصدار الترخيص للمواطن، واشترط في الترخيص ان يقوم بالهدم والبناء، وتعتبر كصدقه بدون اي حق انتفاع، وهو موافق عليه المتبرع. ولكن الكارثه هنا هي قيامه بالهدم والحفر، وقام باحضار لودر وجرارات بالاشتراك مع الدفان الخاص بالمنطقه، وقاموا بالاستعانه باللودر لنبش وهدم المدافن كما نتابع هنا، وبعمق اكثر من متر، ويعني بدون ادنى احترام لحرمه الموتى الموجودين هنا، وقاموا بنبش القبور والقاء الجثث وبقايا العظام في الشارع على بنار الطريق، مما اثار حاله من الخوف في المنطقه، ويعني وتعجب من موقف هؤلاء المتهمين الذين لم يعني يراعوا مشاعر الاهالي المتوفين، ولم يراعوا ايضا حرمه الموتى، وتخلصوا من الجثث والرفات والعظام في الشارع، وايضا قاموا بوضع جثه هنا في المدفن الملاصق للمدفن المدافن التي تم نبشها وحفرها. الاهالي فور علمهم بذلك تجمعوا هنا في مكان الحادث، وتم اختيار الشرطه والتي انتقلت على فور قوة من مباحث اسم تاني طنطا برئاسة الرائد محمود عبد الجواد، وتم إلقاء القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. يعني يمكن تم تشكيل لجنة هندسية من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا برئاسة المهندس محمد سراج رئيس مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، وتم النزول إلى مكان الواقع، وتم معاينة ما تم من أعمال حفر و يعني نبش في المقابر، وأوصت اللجنة بإيقاف الرخصة لحين الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، وهي توفير عين أو مقبرة أخرى
كبديل للمدافن التي سيتم هدمها، على أن يقوم الدفان بتجميع العظام والبقايا الجثث في هذا المدفن لحين الانتهاء من إعادة بناء المقابر، ثم بعد ذلك يتم إعادة الجثث والعظام إلى مكانها الطبيعي مرة أخرى. ولكن كشف مصدر مسؤول بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة طنطا لليوم السابع أن المتبرع خالف القوانين والأعراف، ويعني لم يحترم حرمة الموتى، وقام بأن الحفر وإخراج الجثث وبقايا العظام وإلقائها في نهر الطريق دون الالتزام بما تم أو بما يعني تم تصديره في الرخصة الصادرة له، وعليه تم وقف الرخصة لحين الانتهاء لحين الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة به الحفر والهدم. يمكن وفقا لتصريحات احد المسؤولين بالاداره الهندسيه بمجلس المدينه، فان المتبع في اعمال الهدم والبناء في المدافن هو ان يقوم الدفان بتوفير مقبره ويقوم بجمع العظام وبقايا الجثث الموجوده في المدافن، ثم بعد ذلك يقوم بنقلها وحفظها في هذا المدفن لحين الانتهاء من البناء، على ان يتم بعد ذلك اعاده الجثث مره اخرى الى مدافنها مرة أخرى. الأجهزة الأمنية فورا السيطرة على الموقف، وتم فرض كردون أمني هنا في المنطقة، وتم إعادة دفن المتوفين وإعادة دفن العظام التي عثر عليها هنا في المدافن في أحد المقابر الموجودة في هذه الصورة، ولتهدئة الأهالي وامتصاص غضبهم. الأهالي هنا، أهالي المتوفين، طلبوا في حالة من الحزن الشديد، بسبب عدد فقدانهم ذويهم، منهم جثة لأحد المتوفين توفي منذ أسبوع، ويعني أسرته في حالة حزن شديد وغضب لعدم اختفاء جثته من المقابر، أيضا والعظام التي تم إلقائها في الطريق، و يعني عدم معرفة هل هذه العظام تخص متوفي سيدة أو رجل، وتم يعني تجميع العظام والجثث الملقاة هنا في مكان واحد لحين إعادة هدم والبناء مرة أخرى. وفقا لتصريح من مسؤول بمجلس المدينة، أكد أن الهدم يتم وفقا لاشتراطات خاصة، وهي أن يقوم من يقوم من يحصل على رخصة الهدم بتوفير مكان بديل لدفن الجثث والرفات، على أن يتم إعادة البناء مرة أخرى ونقل الجثث والرفات إلى مكانها الطبيعي. لكن صاحب الترخيص وهو المتبرع الذي قرر أن يقوم بإعادة الهدم والبناء خالف الأعراف والقوانين، وضرب بذلك عرض الحائط ونبش المقابر وتخلص من الجثث والعظام في الشارع، وقام بالحفر مخالفة للقانون، وهو بناء عليه تم إصدار قرار بوقف الرخصة لحين الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة في أعمال الهدم. الرخصة صادرة في 4 أكتوبر الجاري برقم 237، ومن ضمن اشتراطاتها أن الرخصة يتم إلغاء الرخصة حال مخالفة أي من الطرف الصادر له رخصة للقرارات المتبعة، والرخصة صادرة بمدة 3 شهور. حاليا يقضي المتهمان صاحب الدفان والمتهم المتبرع بالهدم والبناء على ذمة الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتباشر النيابة العامة بقسم تاني طنطا التحقيقات في الواقعة، للوقوف على تفاصيل أكتر لما تم من ملابسات في هذه الواقعة من هدم القبور ونبشها وإلقاء الجثث والعظام في الشارع. شكرا لكل متابعينا ومتابعي اليوم السابع، ودي كانت تغطية ومتابعة لحادث إلقاء هدم مقابر الصدقة بمدينة طنطا ونبش القبور والتخلص من الجثث والعظام في الشارع على يد الدفان الخاص بالمنطقة وأحد الأشخاص المتبرعين بالهدم والبناء. شكرا لكل متابعينا ومتابعي اليوم السابع.